بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هذا المقطع سيحتوي الدرس الأول ومقدمة في اقتصاديات الموارد البيئة Economics of Resources and Environment. أقدم إلى أحبة المتابعين وطلبة الاقتصاد والبيئة في كل جامعات العالم، وبخاصة الجامعات العربية الإسلامية وجامعة اليرموك التي أنتمي إليها، طلبة الأحباء في مستوى البكالوريوس والماجستير. وأقدم في إطار مشروع تعميم المعرفة، مشروع تعميم المعرفة الذي نقدمه لله ثم لله ثم لله. فكما ذكرت سابقا أن هذا هو الدرس الأول في اقتصاديات الموارد البيئة Economics of Resources and Environment. سأقدم في هذا الدرس إن شاء الله مقدمة عن هذا المجال من الدراسات، وهو ما لاحظت أنه مهمل إلى حد كبير وإلى حد ما، لكن إلى حد كبير من أقسام الاقتصاد في الجامعات العربية. مفهوم النمو الاقتصادي، هذه الجملة التي سأذكرها على لسان المؤرخ الأمريكي جون روبرت ماكنيل، جون آر ماكنيل، جملة سافرة وصارخة أدت إلى تنبيه كثير من الاقتصاديين إلى ضرورة الآن الأخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية فيما يتعلق النمو في إطار الحديث عن النمو الاقتصادي. فأرجو أن نقرأ هذه الجملة بعضنا مع بعض حتى نفهم بالضبط هذه صرخة الضمير التي تحدث عنها هذا المؤرخ العظيم. يقول: كانت الشيوعية أن تصبح عقيدة كاسحة في القرن العشرين، لكن عقيدة أخرى أكثر مرونة وجاذبية، وهي عقيدة البحث عن آليات النمو الاقتصادي، عن آليات النمو الاقتصادي، تمكنت من النجاح حيث فشلت الشيوعية. على الجانب الآخر يقول روبرت ماكنيل: توجه الناس إلى عبادة الرأسمالية والقومية بما فيهم الشيوعيون، لأن النمو الاقتصادي أخفى وراءه مجموعة كبيرة من الآثام. ففي إندونيسيا واليابان، على لسان جون روبرت ماكنيل يقول: تسامح الناس هناك مع الفساد طالما بقي النمو الاقتصادي واستمر، وبسبب النمو الاقتصادي سكت الناس في دول مثل روسيا وبعض دول أوروبا الشرقية على حكم دولة الاستبداد والقمع، وقبل الأمريكيون والبرازيليون بالفوارق الاجتماعية الهائلة، فاستدامت الشرور الاجتماعية والأخلاقية والبيئية من أجل عيون النمو الاقتصادي. وفي الوقت ذاته استمر الملتزمون بهذه العقيدة بالقول أن المزيد من النمو الاقتصادي، المزيد من النمو الاقتصادي حسب قوله سيعمل. طبعا هو يتحدث على لسان هؤلاء الرأسماليين الذين خربوا البيئة من أجل رأس المال، فيقول هو على ألسنتهم أن المزيد من النمو الاقتصادي سيعمل على حل كل هذه المشاكل، الفقر والبطالة والفساد وما شابه، والقضاء على الشرور الناجمة. فقد أصبح النمو الاقتصادي عقيدة لا غنى عنها في كل مكان تقريبا، أصبحت تعبد من دون الله مفهوم النمو الاقتصادي. وهذا طبعا، هذه الجملة وهذا الفكر السافر الصارخ الذي أدى إلى يقظة كثير من كثير من ضمائر الاقتصاديين، ومنهم للأمانة أنني تأثرت بأقوال هذا الإنسان العظيم، ودفعتني نحو القراءة في اقتصاديات الموارد البيئة أكثر مما قرأت أيام دراستي في الجامعة، ما أدى بالأخير إلى إنتاج كتاب أغنينا إن شاء الله الجامعة العربية، المكتبة العربية، مكتبات الجامعات العربية به. الاقتصاد الكلي ونموذج تدفق الدوران، يعني Macro Economics and the Circular Flow Model. أذكر طلبة الأحباء بنموذج تدفق الدوراني، يتكون من قطاعين. هذا يتكون من قطاعين رئيسيين، القطاع المنزلي اللي هو Household Sector، والبزنس سيكتور قطاع الأعمال. وهؤلاء يعني هذين القطاعين يتعاونان في سوق الموارد وسوق الإنتاج. الآن القطاع المنزلي يبيع في سوق الموارد المواد الاقتصادية، الأرض والعمالة ورأس المال الحقيقي والقدرات التنظيمية، يبيعها لقطاع الأعمال. الأعمال يأخذ كل هذه الموارد ويدخلها بدالة الإنتاج، عنده الآن كل هذه الموارد، فينتج منها أشياء يبيعها
تعود إلى القطاع المنزلي. طبعا الحكومة جاية في الوسط هنا تأخذ من هذا الضرائب ومن هذا الضرائب. بعد فهمنا في إطار الاقتصاد الكلي ونموذج تدفق الدوران الذي نأخذه على عواهنه دون أن نفكر بتبعاته. وطبعا فعلا يعني هنا عندما نتحدث في هذا الإطار نتحدث في نموذج ساكن، لا نتحدث عن الآثار، ما يسمى بالإكسترناليتيز، الآثار البيئية والخراب الإيكولوجي الذي تحدث عمليات الإنتاج والاستهلاك والنمو الاقتصادي. فطرح بعض الاقتصاديين أسئلة ثلاثة مهمة جدا. السؤال الأول، هل استغلال الموارد البيئية والإيكولوجية بمعدلات عالية وطريقة شرهة قابل للاستدامة؟ Is it sustainable؟ هذا السؤال، هل استغلال الموارد البيئية والإيكولوجية بمعدلات عالية وطريقة شرهة قابل للاستدامة؟ السؤال الثاني، هل الإنتاج والاستهلاك والنمو، ثلاثة أشياء هنا، إنتاج استهلاك ونمو، هذا وهذا، هل الإنتاج والاستهلاك والنمو في هذين النشاطين قابل للبقاء إلى الأبد وقابل للاستدامة، وبخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الاقتصاد يمثل، وأرجو أن نتنبه إلى هذه الجملة ومعناها، طبعا سأشرحها إن شاء الله فيما بعد بشكل مستفيض وأكثر، وبخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الاقتصاد يمثل نظاما مفتوحا open system تدخل إليه الموارد والطاقة، وتمثل الأرض التي تحتوي كل الأنظمة الاقتصادية وتغذيها بما تحتاج إليه الموارد الطبيعية، تمثل نظاما مغلقا. شو هذا النظام المغلق؟ يسمح بدخول الطاقة وخروجها لكنه لا يسمح بدخول الموارد. بمعنى آخر، من أين سنأتي بالنفط عندما ينتهي؟ من أين سنأتي بالغاز الطبيعي عندما ينتهي؟ من أين سنأتي، على الرغم من طبعا الاختراعات والتحسنات التقنية في الإنتاج، إنتاج الطاقة، لكن سنأتي ونصدم في لحظة من اللحظات بنضوب هذه الموارد. السؤال الأخير، أليس هناك احتمال أن نصل إلى نمو تكون كلفته أكثر من قيمة النمو الاقتصادي نفسه أو قيمة النمو نفسه؟ هذه الأسئلة الثلاثة هي محور الحديث عن اقتصاديات الموارد والبيئة. الآن أطلب من أحبة المتابعين وطلبتي ضرورة تلمس الخطر البيئي مما كتبه الاقتصاديون. هنا سأذكر ملاحظة وأرجو أن تتسع صدوركم. قد يكون كتاب اقتصاديات الموارد البيئة التي تشرفت بتأليفه مع الدكتور محمد روابدة أستاذ الإدارة في جامعة يرموك الأردن من أهم المراجع العربية في مجال البيئة والموارد، على الرغم الآن من أنه المكتبات العربية فيها، لكن ما لاحظت من الكتب التي رجعت إليها بأنها تفتقر إلى شرح بعض المفاهيم، أو أنها كانت غامضة في بعضها، أو أنه محظور عليها أن تطرق إلى موضوعات ربما لغرض سياسي. فهذا الكتاب حاولنا فيه أنا والدكتور محمد روابدة بأن نفصل كل شيء جوهري حتى يتصل الأفكار إلى أذهان الطلبة المتابعين بإذن الله. هذا هو الكتاب، الاقتصاديات الموارد البيئة، من دار وائل في عمان الأردن. وأرجو أن أنبه إلى ملاحظة هذه المهمة جدا، بأن في اقتصاديات الموارد البيئة تتداخل في اقتصاديات الموارد البيئة حقول المعرفة، بغية فهم واستيعاب المسألة بشكل شمولي. هذه الحقول هي الاقتصاد، البيئة، الإيكولوجيا، الفيزياء، الزراعة، الاجتماع والسكان، والعلوم السياسية، ونسيت سقطت سهوا أتحدث عن الكيمياء، لأن التلوث البيئي في كثير منه تلوث كيميائي. الآن مقدمة في اقتصاديات الموارد والبيئة، حدود النمو. الآن هذه العبارة حدود النمو limits growth لفتت انتباه كثير من الاقتصاديين وعلماء العالم في العام 1972. كانت هذه العبارة اللافتة عنوانا لتقرير أصبح فيما بعد كتاب أصدره نادي روما كلوب أوف روم في العام 1972، نبه فيه قادة العالم بأن أنماط الإنتاج والاستهلاك الحالية آنذاك 1972، نبه فيه قادة العالم بأن أنماط الإنتاج والاستهلاك الحالية والسحب الجائر من الموارد الطبيعية لا تبشر بخير للبشرية إذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه آنذاك 1972. لكن مع الأسف الشديد نلاحظ بأن الآن الأوضاع تدهورت،
أعلى وأهبط بشكل أخطر مما كانت عليه في العام 1972 القرن الماضي طبعا. الآن هاي كلوب بروم هو مجموعة من علماء الاقتصاد المشهورين، طبع من كتاب حدود النمو لمستر جروث أو هذا التقرير ملايين النسخ، وتعرض لسيل من الانتقادات، ودرسه الباحثون في الاقتصاد وعلماء البيئة، اعتذر الخطأ الطباعي وعلماء البيئة، وتباينت الآراء حوله إلى درجة دفعت أحد المفكرين الأمريكيين إلى تدفيهه إلى درجة مهينة، لكن تبين فيما بعد بأن هذا المفكر الذي كان محسوبا على المجتمع العلمي والأكاديمي الراقي تبين بأنه مرتبط مع أصحاب رأس المال من أجل أن يحصل على يعني الفتات، يعني سكت على الخراب البيئي في ألاسكا، في كندا، في الولايات المتحدة من أجل أن يقف إلى جانب أصحاب رأس المال. بعد مرور ما يزيد عن 45 عاما على صدور الكتاب، بدأ بعض الاقتصاديين استيقظ الضمير، بدأ بعض الاقتصاديين بالتعبير عن قلقهم عما يجري في مجالات الإنتاج والاستهلاك والتدهور البيئي وخراب عدد غير قليل من مواطن الكائنات الحية الإيكولوجية حول العالم. حدود النمو، يتوقع بعض الاقتصاديين المختصين بأن النظام الاقتصادي العالمي سيتعرض إلى انهيار شامل ليس بسبب أزمة تمويلية كالتي حدثت في العام 2008 وما زالت طبعا تطل بظلالها إلى هذه اللحظة، ولا بسبب كساد عظيم كالذي حدث في العام 1929، بل بسبب سوء استخدام الموارد الطبيعية وانهيار بيئي جامح يتعلق باختفاء غابات شمالية واستوائية بأكملها، وانقراض أحياء بحرية، وتلوث صناعي كيماوي يطال الأنهار والبحيرات والبحار والمحيطات، وزيادة في عدد السكان، وتوسع التمدن الأوربنايزيشن أكثر مما يستطيع نظام الاقتصاد البيئي أن يتحمل من حيث حاجة المدن إلى شبكة أو شبكات صرف صحي وكهرباء ومياه وخدمات صحية وتعليم والاعتداء على الأراضي الزراعية والمياه الجوفية. هنا يكمن الخطر، هنا يكمن الخطر. إن فهم وإدراك أهمية البيئة وديمومة النظام الإيكولوجي يعتبر عاملا رئيسيا أو رئيسا في بقاء الإنسان نفسه. هنا يكمن التحدي الآن. أمثلة صارخة، دعنا نتأمل في هذه الأمثلة. انظروا في الأرض عقب فعلهم، الغابات والكلفة الاقتصادية والاجتماعية، الآثار الخارجية السلبية negative externality. ننظر إلى هذه الغابة، هذه الغابة كانت موجودة في كندا أصبح شكلها هكذا بسبب النفط. انظروا إلى هذه الغابة كانت في كاليفورنيا أصبحت الآن هكذا كما تركها ما يسموه اللي هم اللمبرز، اللي جماعة اللي بيقطعوا الشجر من أجل يصنعوا منه أثاث. هذان المنظران يعني أو الصورتان تبين الخراب البيئي الذي أحدثه أصحاب رأس المال من أجل أن يحققوا أرباح، حولوا هذه الطبيعة إلى هذا الخراب وهذه الطبيعة إلى هذا الخراب. لنأخذ أمثلة صارخة أخرى، البيئة البحرية والمطر الحمضي الأسيد رين. انظروا إلى هذا المنظر الجميل، هنا في بسموها أويل ريج اللي يعني تبحث عن النفط، هذه تستخرج النفط من قاع البحر. بعد مدة جفت هذه المنطقة وأصبحت الآن إلى هذا الخراب. هذه قريبة من هيوستن تكساس في الولايات المتحدة. الآن ما يحدث من لاحظون الهاوس هولد الآن، طبخ ونفخ والاستعمالات المنزلية للمواد الكيماوية تؤدي إلى طبعا وحرق الطاقة، الوقود اللي هو الوقود الأحفوري يسمي الفوسل فيول، يؤدي إلى الآن خروج هذه الأبخرة والسموم في الجو. المصانع تعمل الشيء ذاته، دخان السيارات تعمل نفس الشيء، المحطات الكهربائية ومحطات الطاقة تخرج هذا الشيء، تخرج الآن في السماء، تخترط هذه المواد الكيماوية في الغيوم، الغيوم هذه تحمل ذرات الماء تتفاعل مع بعضها البعض، يعني الآن تحولات كيماوية. عندي الآن H2SO4 اللي هو حامض الكبريتيك، وإضافة إلى مواد كيماوية عندما تختلط مع الماء تحت البرودة والعوامل الطقس المختلفة تهبط إلى الأرض على شكل جزيئات صلبة ومطر حمضي. هذا المطر الحمضي يؤدي إلى خراب بيئات بحرية وأرضية يعني لا تصدق من حيث الكلفة الاقتصادية والبيئية على الإنسان.
أمثلة صارخة العيان كذلك الأمر، التلوث الإشعاعي، القنبلة الذرية على هيروشيما سنة 1945، كارثة تشيرنوبل بالاتحاد السوفيتي السابق التي وقعت في العام 1986 الاتحاد السوفيتي السابق، كارثة فوكوشيما في اليابان التي وقعت في العام 2011. نلاحظ هذه الصور، هذه القنبلة الذرية التي ألقاها الأمريكيون على مدينة هيروشيما ونانجاكاسي في العام 1945 أدت إلى مقتل 100,000 إنسان خلال 20 ثانية الأولى، وإلى تلوث بيئي لا غير مسبوق في تاريخ البشرية طبعا، وما زالت أمراض السرطان تدب في كثير من أهالي المنطقة. انظروا إلى نظرية إلى كارثة تشيرنوبل 1986 التي أدت إلى خراب بيئي في أكثر من 13 دولة، سأذكرها إن شاء الله. الآن كارثة فوكوشيما 2011 أدت إلى خراب يعني كبير جدا في المناطق المحيطة في الصحراء العربية بعد النفط الآن، يعني أدت إلى كثير من تغيرات بيئية. وانظر إلى هذا المنظر غير الجميل أبدا أبدا. تقديرات الخراب البيئي فقط يعني من كارثة تشيرنوبل، قدرت كمية الإشعاعات التي نتجت عن كارثة تشيرنوبل ب 400 ضعف الكمية التي سببتها قنبلة هيروشيما في العام 1945، وأدت إلى تلوث من الدرجة الأولى first order or first grade pollution لما يقرب من 100,000 كيلو متر مربع، يعني على أكثر مساحة الأردن، أكثر مساحة لبنان وفلسطين، من أراض تقع في 13 دولة، روسيا 49,000 أقول تقريبا 50,000 كيلو متر مربع، بروسيا اللي هي بروسيا البيضاء، روسيا البيضاء تقريبا 30,000 كيلو متر مربع، فنلندا تقريبا 12,000 كيلو متر مربع، السويد 12,000 كيلو متر مربع، النمسا تقريبا 9,000 كيلو متر مربع، النرويج 5,200 يعني 5.2 كيلو متر مربع، بلغاريا تقريبا 5,000 كيلو متر مربع، سويسرا 1.3 كيلو متر مربع، اليونان 1.2، وهكذا حتى ننتهي. فقدرت الخسائر التي سببتها بتلك الأيام عندما كان الروبل السوفيتي قوته اشترائية مثل الدولار 18 مليار روبل سوفيتي، أوكي، هذا الحكي سنة 1986. هذا المصدر أرجو من أحبتي المتابعين أن يرجعوا إلى هذا المصدر. التغيرات البيئية على المستوى العالمي، على المستوى العالمي، مستوى ثاني أكسيد الكربون، بنلاحظ حسب الدراسات، طبعا هذه ليست دراسات يعني زي ما نقول احنا من وراء ظهر العلماء يعني من وراء ظهورهم، لا، تعبوا عليها خلال 50 سنة الماضية وهم يبحثوا في ذرات الكربون وما شابه، فوجدوا بأنه منذ آلاف السنين إلى 1950 كان مستوى ثاني أكسيد الكربون في الجو تحت هذا الخط، عند هذا الخط أو تحته. بعد 1950 نتيجة لزيادة التوسع الصناعي وزيادة الصناعات المعتمدة على ما يسمى بالوقود الأحفوري اللي هو النفط فوسل فيول، والتلوث البيئي الصارخ وتلوث الهواء والمياه، ارتفعت مستويات ثاني أكسيد الكربون لتصبح أعلى مما كانت عليه خلال الآلاف السنوات، آلاف السنوات، ألف سنة ماضية أعلى من هذا الخط الآن. فنلاحظ الآن الخطر البيئي الذي يواجهه الإنسان والبشر على المستوى العالمي. نتائج مباشرة للتغيرات في مستويات ثاني أكسيد الكربون. أول نتيجة، ارتفاع مستوى سطح البحر والمحيطات بمقدار 17 سنتي خلال 100 سنة الماضية، لكن هذا المعدل تضاعف خلال العقد الماضي فقط. يعني 17 سنتيمتر قد يعني لا تكون بذهننا عظيمة جدا، لكنها خطيرة جدا عندما تتحدث أنت عن محيطات وأبحار وبحار وأنهار. لكن على الرغم من ذلك نقول أنه تضاعف هذا المقدار. ارتفاع حرارة البحار والمحيطات بمقدار 32% درجة فهرنهايت منذ العام 1968 ما يؤدي إلى يعني قد ذوبان كثير من مسطحات الجليدية، وتؤدي إلى غرق كثير من أراضي اللي بيعيش عليها البشر. تقلص طبقات الجليد في المحيط المجمد الشمالي، وعلى سبيل المثال بينت معلومات وكالة الفضاء الأمريكية بأن جرينلاند فقدت ما يقرب من 250 كيلو متر مكعب من الجليد خلال الفترة 2004 2002 ل 2006، فقط 4 سنوات 250
كيلو متر مكعب، وفقدت المنطقة المتجمد الشمالي ما يقرب من 150 كيلو متر مكعب من الجليد خلال الفترة 2002 إلى 2005، بتحكي 3 سنوات يعني. النتيجة الثالثة زيادة حموضة المياه السطحية اللي هي السيرفس ووتر بنسبة 30% تقريبا بما فيها البحار والمحيطات، وهي نسبة تعمل على تهديد الأحياء البحرية والحيوانات الثانية الأخرى. خارطة التغيرات البيئية على المستوى العالمي، هذه الآن خارطة العالم وما يجري من تغيرات بيئية، فالآن كل واحدة من هذه الرسومات لها رمز معين. فمثلا جفاف ودرجات حرارة عالية هي المناطق المشار إليها بهذه الدائرة المسننة، هذه المناطق على سبيل المثال، هذه المناطق واجهت جفاف ودرجات حرارة عالية. فمن لاحظ أنها ممتدة على عبر العالم كله، في أمريكا الشمالية، في أمريكا الجنوبية، في المنطقة العربية، في أفريقيا، وفي بعض دول أوروبا، وفي أستراليا. ذوبان كتل جليدية ومخاطر فيضانات، نلاحظ وين المنطقة المشار إليها بهذا الرمز، بتحكي عن أواسط آسيا تقريبا، في النرويج، في الولايات المتحدة، في هذا تقريبا واشنطن قريبا من كندا، في أمريكا الجنوبية، تشيلي والبرازيل وما شابه. فيضانات وعواصف وارتفاع مستوى البحر المشار إليها بالحرف هذا أو بالرمز هذا، هذه المناطق أكثر مما كانت عليها هذه المناطق، حتى تحدث في جنوب شرق آسيا والقارة الهندية تقريبا، شبه القارة الهندية، في جنوب أوروبا، وفي شرق الولايات المتحدة. وأخيرا تغيرات بيئية متعددة، الرمز هذا اللي هو الدائرة الحمراء في هذه المناطق. وأكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع كمقدمة في اقتصاديات الموارد البيئة، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة المرجوة. وإن شاء الله المقطع اللاحق رقم 2 درس 2 راح يكون أكثر عمقا في موضوع اقتصاديات الموارد البيئة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.